thank you سؤال غريب والإجابة أغرب سؤال غريب سألوا التلاميذ للرب يسوع لكن مش بس الغرابة كانت في السؤال الحقيقة الأغرب في الإجابة اللي قالها المسيح هم عاشوا معاه وشافوا المعجزات وسمعوا التعليم وشافوه هو بيشفي مرضى ويقيم موتى ويمشي على الميه وشافوه وهو بيعلم وسمعوه وهو بيعلم الناس وبيشبع الجموع كل ده لكن لما جم يطلبوا منه ما طلبوش منه علمنا كيف نحول الماء الى خمر علمنا كيف نقيم الموتى اللي طلبوه من المسيح أو السؤال اللي سألوه من المسيح علمنا أن نصلي ليه ليه سألوا السؤال ده في رأينا الشخصي الاجابة على السؤال ده ليه طلبوا من المسيح علمنا ان نصلي؟ لان هم فهموا كويس قوي الدرس، هم عرفوا ان القوه اللي خلف الايات والمعجزات والتعليم والتاثير التاثير انه ليس كالكتبه لكنه كان يعلم كمن له سلطان، عرفوا ان السر في حياه المسيح وقوته وتاثيره كانت في العلاقه السريه الشخصيه مع الله الاب. علشان كده لما قالوا له علمنا، قالوا له علمنا ان نصلي. علمنا ان نصلي. بس بقى الاجابه اللي قالها المسيح بالنسبه لي انا كانت غريبه، ليه؟ هقول لك ليه؟ لان انا كنت اتوقع ان المسيح يقول علمنا ان نصلي طيب اذهبوا الى سفر المزامير وغوصوا في هذا السفر وتاملوا الصلوات لان هو ده اعظم كتاب للصلوات موجود في الوقت ده ما بين ايدين التلاميذ والرب يسوع هو المزامير. فكنت اتوقع ان المسيح يقودهم او يرشدهم او يشاور لهم على المسامير ويستعرضها قدامهم كده ويقول لهم اهو بصوا للمزامير دي وتعلموا كيف تصلون، لكن المسيح ما عملش كده، المسيح لما سالوه علمنا ان نصلي قال لهم ايه يا جماعه؟ متى صليتم؟ فصلوا انتم هكذا وقال الصلاه المعروفه باسم الصلاه الربانيه. صحيح انا عندي يعني تحفظ شويه على هذه التسميه لكن احنا كلنا على مر سنوات وبجميع طوائفنا نعرفها بانها الصلاه الربانيه. ايه سبب التحفظ بتاعي على التسميه دي؟ لانه كلمه الصلاه الربانيه اي الصلاه التي يرفعها الرب الحقيقه مش بالظبط قوي. ليه؟ لان الصلاه دي اللي ينفع الصلاه او خليني اقول اولا الصلاه اللي ينفع يتقال عليها الصلاه الربانيه هي يوحنا 17 اللي هي الصلاه المسمى باسم الصلاة الكهنوتية اللي فيها صلى المسيح من أجل التلاميذ وصلى من أجل كل المؤمنين في يوحنا 17 دي ينفع نسميها الصلاة الربانية لكن الصلاة اللي احنا هنقف قدامها في الحلقات دي تحفظي عليها هي في الكلمة اللي أنا حوريها لك حالا اللي معروضة أمامنا في الخلفية اللي على الحائط ده الصلاة بتقول ابانا الذي في السماوات لكن الجزء اللي انا فيه عندي تحفظ ما ينفعش نسميها صلاه ربانيه لما بيقول اغفر لنا ذنوبنا. ليه؟ المسيح لا يحتاج ان يطلب هذه الطلبه، لا يحتاج ان يقول اغفر لنا ذنوبنا لانه بلا خطيه مش كده؟ وحيث انه بلا خطيه فهو لا يحتاج ان يرفع هذه، لكنه كان يعلمنا كيف نصلي يعلمنا أن نصلي الملاحظة بقى لما تيجي ترجع لنص الصلاة دي في متى ستة في الموعظة على الجبل تلاقي أن المسيح قبل ما يعلمهم إزاي يصلوا علمهم إزاي ما يصلوش هقولها تاني المسيح لكي ما يعلمنا أن نصلي ابتدى أولا سلبيا اوعوا إياك إياك تصلي بالشكل ده إياك تصلي بالطريقه دي وبعدين ادانا الصلاه الربانيه كمنهج للحياه علشان كده يا جماعه بقول ان المسيح ما قدش التلاميذ لسفر المزامير لكي ما يتعلموا الصلاه من المزامير لكنه علمهم منهجيه الصلاه حياه الصلاه عن طريق الصلاه الربانيه تعال نشوف ايه اللي المسيح قاله اولا ازاي ما نصليش ثم ازاي نصلي ناخد اولا سلبا كيف لا نصلي وبعدين ناخد ايجابا كيف نصلي في منهجية هذه الصلاة المعروفة باسم الصلاة الربانية اولا في متى ستة المسيح قال ما تعملوش حاجتين اوعوا تتشبهوا بالامم ودي نمرة اتنين هبتدي بنمرة اتنين اوعوا تتشبهوا بالامم لكن مش بس المسيح عايزنا نكون مختلفين عن العالم عن الأمم لكنه عايزنا نكون مختلفين كمان عن حتى المتدينين حتى مجرد المتدينين اللي بيعرفوا أن يصلوا اللي هنشوف حالا يحبون أن يصلوا دي كلمة جميلة أو المسيح عايزنا نختلف عن العالم عن الأمم وعايزنا نختلف عن المتدينين تعال ناخد واحدة واحدة من الاخطاء او من المشاكل او من الحاجات اللي المسيح قال ما تصلوش بالطريقه دي ايه اول حاجه المسيح قال لا تصلوا هكذا زي هؤلاء اللي بيذهبوا الى المجامع ويصلون في زوايا الشوارع فانهم يحبون ان يصلوا شوف لو انا تسالني انا ايه احلى صفه تحب الناس تقولها عليك؟ أحب إن الناس تقول عليا إن إحنا بنحب خالد يحب أن يصلي. إن الكنيسة هذه الكنيسة أو هذا الاجتماع يحب أن يصلي أو كنيسة مصلية تحب أن تصلي. الغريب إن المسيح لما قال قال على الناس دول على الفريسيين يحبون أن يصلوا بس خلي بالك هما مش بيحبوا أن يصلوا لمجرد حب العلاقة والصلاة قال يحبون ان يصلوا لكي يظهروا للناس يعني ايه اللي المسيح عايز يقوله؟ عايز يقول انه مجرد الدافع بتاعي مجرد ان انا احب ان الناس تحب تقول علي ان انا مصلي ده في حد ذاته غلط. ده في حد ذاته خطيه. ده في حد ذاته المسيح مش راضي عنه. يحبون ان يصلوا لكي يظهروا للناس. كنت بقرا في كتاب لواحد اسمه مارتن لويد جونز في تفسيره عن الموعظه عن الجبل على الجبل قال مارتن لويد جونز قال ايه؟ قال في ناس تحب ان تصلي ظاهره جدا وفي ناس تحب ان تصلي مختفيه جدا لكي ما يراها كل الناس مختفي جدا لدرجه ان كل الناس تعرف ان هو بيصلي مرة كنت في مؤتمر مؤتمر شباب إعدادي شباب صغير كده. وبيعملوا ساعات في المؤتمر المسابقة دي اللي اسمها يحطوا صورة كده ويقول لك أجمل تعليق ونشوف مين من الولاد والبنات اللي يكتب أجمل تعليق على الصورة دي. فحصل إيه؟ إنه حطوا في يوم من الأيام صورة لبنت، هحاول أقلد لك الصورة يعني. صورة لبنت كانت حاطة راسها كده بين إيديها وعلى رجليها كده. فتعليق من ضمن التعليقات في تعليق قال اه دماغي وجعاني، واحد قالت يا انا مكسوفه خالص، لكن التعليق اللي كسب في المؤتمر ده كان انهي تعليق؟ بتقول ايه البنت كتبت تعليق على الصوره بتاعت البنت اللي قاعده حاطه ايديها كده هو على راسها ومطيه راسها. التعليق اللي قالته يا رب اصحابي خشوا عليا وشوفوني وانا بصلي. يا جماعه ناس كتير قوي مننا زي البنت اللي في اعدادي دي ناس كتير بتحب انها تصلي بتاخد الخلوه بتاعتها في اوضه مقفوله ونفسها ان كل الناس يفتحوا الباب ويعرفوا ان هو بيصلي اوعي يكون عندك هذا الدافع تحب ان تصلي لكي يظهروا للناس ايه المشكله اللي قالها المسيح لو رجعنا للتاريخ للايام اللي عاش فيها المسيح هنلاقي الصوره دي بيقول المسيح على صوره بتحصل كل يوم بيقول يحبون ان يصلوا قائمين في المجامع فكانوا بيقفوا في المجامع ويصلوا كده بصوت عالي ويستعرضوا الصلوات بتاعتهم صلوات عظيمه صلوات كبيره صلوات قويه صلوات احنا بنقول عليها يا الصلاه بتاعتك كانت مؤثره أوي مؤثره هي المفروض الصلاة بتترفع لمين علشان تبقى مؤثرة؟ اوعى تحاول ترفع صلاة وتنشن بالصلاة بتاعتك نشان غلط على هدف غلط. اوعى تحاول تكون الصلاة بتاعتك مؤثرة لأنها أساسًا موجهة للناس مش إلى الله. فأول حاجة قال لك قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع، إيه حكاية في زوايا الشوارع دي؟ الفريسيين في وقت الرب يسوع المسيح بيوصف حالهم وهم رايحين الى المجمع او هم رايحين الى الهيكل علشان يصلوا بس يعني وهو ماشي في الشارع مش قادر يستنى يعني بيتقطع تقطيع مش قادر يستنى لحد ما يوصل لحد بيت الصلاة اللي هو الهيكل فوقف في الشارع وابتدى يعني يا رب أشكرك يا رب أسبحك يا رب أعظمك المسيح كان شايف ان ده تظاهر ديني المسيح كان شايف ان ده رياء ديني رياء مجرد حب يصلون لكي يظهروا للناس مش حب الصلاه ولا غلط لكن حب الصلاه بيدافع ان يراني كل الناس ده اللي غلط فاول غلطه في الصلاه بتركز على مين على المصلي بتركز عليا انا أول حاجة هاجمها المسيح في الغلطتين أن أنت تركز على روحك قوي أن أنت اللي عايز تاخد أنت المشهد كله أن أنا اللي عايز الناس يسقفوني ويمتدحوني ويصفروني ويقولولي صلاتك مؤثرة قوي وقوية قوي وسخنه قوي وروحية قوي ده دافع خاطئ خطية تاني قال ما تبقوش زي العالم ما تبقوش زي الأمم إيه مشكلة الأمم يا رب ايه اللي مزعلك في الامم اسمع كده بيقول ايه بيقول فانهم يظنون انه بكثره كلامهم يستجاب له الصلاه الاولانيه بتاعه الفريسي المتدين اللي مش مفروض نكون زيه تركيز على المصلي الصلاه الثانيه بتاعه الامم المش متدينين غير المتدينين يعني التركيز هنا على الصلاه نفسها مش على المصلي لكن على الصلاه نفسها ليه يظنون انه بكثره كلامهم يظنون انه بالطريقه اللي بنصلي بيها يظنون انه بكل ملح على ربنا يظنون انه بكثره كلامهم يستجاب له سؤال تفتكر عندنا المشكله دي في الكنيسه في الكنائس في مؤمنين بيفتكروا يظنون انه لازم نلح على ربنا اكتر نلح على ربنا اكتر وكل ما نلح عليه يعني 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 نزهقه بقى اذا جاز لي ان انا اقول نضغط عليه بالصلوات بتاعتنا فلما نضغط عليه بالصلاه بتاعتنا يص يص يظنون انه بكثره كلامهم يستجاب له في ناس بيتهيأ لها كده ولا لا في ناس بيتهيأ لها انها بكثره كلامهم أو أنهم بكثرة كلامهم يستجابون له. يا جماعة الكلام ده مش كتابي، مش صح. الكلام ده الأمم بيتهيأ لهم كده. صحيح في حاجة اسمها اللجاجة في الصلاة. التمسك قدام ربنا في الصلاة. مثل الأرملة اللي أتت وكانت تقمعني زي ما كان قاضي الظلم بيقول لكن دي مش هي يكررون الكلام باطلا هم بيتهيأ لهم يظنون إنه إحنا كل ما نصلي أكتر كل ما يستجاب لنا أكتر يظنون أنه بكثرة كلامهم يستجاب له فالمسيح قبل ما يعلمنا إزاي نصلي علمنا إزاي ما نصليش لا زي المتدينين الفريسيين اللي يحبون ان يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يراهم لكي ينظرهم الناس ولا كالامم الذين يظنون انه بكثره كلامهم يستجاب طيب لهم، طب ازاي نصلي؟ ازاي نصلي؟ وهنا كانت الاجابه بتاعت المسيح وقال هذه الكلمات صلوا انتم هكذا متى صليتم فصلوا أنتم هكذا وكلمة متى صليتم دي يعني تديني توحيلي تديني انطباع أنه الصلاة ما هواش فرض الصلاة ما هواش مرتين ثلاث مرات خمس مرات في اليوم ما هواش فرض علي أن أتممه ما هوش فرض علي ان اتممه اتقاء لغضب الله لا الصلاه علاقه فمتى صليتم امتياز امتياز ليك يعني ناس بتهيالها ان انا اه شوف اللي جرالي النهارده ده العربيه باظت الواد اتشنكل وقع اتعور اصل احنا النهارده ما صليناش الصبح فربنا بيشد ودننا ربنا مش ماشي ماسك عصايه ماشي ورا الناس بيشنك العيال في المراجيح وبيوقع مش عارف ايه وبيبوظ عربيات في المرور ربنا ما بيعملش كده المسيح لما بيقول متى صليتم صلوا انتم هكذا متى صليتم متى صليتم بمعنى انه ده امتياز بمعنى ان ده علاقه تمتع شبع مع شخص الله متى صليتم وبيقول في متى صليتم بيستعرض الصلاه الربانيه شوف في تقسيمات كتيره وجميله للصلاه الربانيه هاخد اسهلها هاخد اسهلها وضع الصلاه الربانيه احد المفسرين وضع الصلاه الربانيه في ثلاث ثلاثيات ثلاث ثلاثيات الثلاثيه الاولى تختص بالله بمجده بمقامه فبيقول ابانا الذي في السماء ليتقدس اسمك او ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك ده كل ده الثلاثيه الاولى تختص بشخص الله الثلاثيه الثانيه تختص باحتياجاتنا احنا فالثلاثيه دي تختص ب: اغفر لنا ذنوبنا خبزنا كفافنا لا تدخلنا في تجربه يبقى الثلاثيه الاولى تختص بشخص الله ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض الثلاثيه الثانيه تختص باحتياجاتنا احنا وده يعطينا الحق ان احنا نقدم احتياجاتنا قدام ربنا نصلي ونطلب نصلي ونطلب صحيح في أولوية ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك ليتكن مشيئتك لكن الثلاثية التانية بتتكلم عن احتياجاتنا احنا من حقنا نقدم طلباتنا قدام الله الثلاثية الثالثة تختص بمجد وبتسبيح الله بتسبيح الله لأن لك الملك والقوة والمجد لأن لك الملك والقوة والمجد كده نقدر نلم الصلاة المعروفة باسم الصلاة الربانية في ثلاث دوائر متداخلة الدائرة الأولى بشخص الله شخص الله الآب ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكون مشيئتك الثلاثية الثانية الدائرة الثانية اللي في, في الصلاة الربانية تختص باحتياجاتنا خبزنا كفافنا اغفر لنا ذنوبنا لا تدخلنا في تجربة الثلاثية الثالثة لتسبيح الله لأن لك الملك والقوة والمجد بالشكل ده نكون جمعنا الصلاة الربانية في الثلاث دوائر دول تبدأ الصلاة الربانية بهذه الكلمة يا أبانا الذي في السماوات يا أبانا الذي في السماوات الكلمة دي أو العبارة دي يا ابانا الذي في السماوات تحمل بعدين تحمل بعد الحميميه ابانا تحمل بعد العلاقه علاقه الموده والمحبه ابانا فانت بتتكلم يرسم المسيح الصوره ان انت وانت بتصلي خليك في ادراك كامل انك بتكلم ابوك انت بتتكلم مع ابوك يا ابانا الذي في السماوات ابي أبي أنت وإلهي زي ما بنقول في الترنيمة أبي أنت وإلهي دي العلاقة اللي بتجمعك به في العهد القديم مش بس في العهد الجديد قال إن كنت أنا أبا هو أبوك هو أبوك يقول في سفر المزامير كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفه هو أبوك هو في صفك في ناس كتير عندها مشكلة كبيرة في تصور إن الله أب صالح ليه؟ عندهم مشكلة إن هو الأب الأرضي بتاعهم أب كان شرير رديء قاسي عنيف غير مكترس قالهم إن الله الأب السماوي يعني أحسن شوية بس أحسن شوية صغاري، أحسن شوية من أبويا الأرضي لا هو الأب الصالح الذي يترأف على البنين يترأف على البنين يصر بالرأفة يتحنن يحب من حقك تدعوه يا أبانا يا أبانا الذي في السماوات المسيح أول من تجرأ وخاطب الله الآب بأبي وأعطانا ده علشان يبقى لنا جرأة نمشي وراه يعني هو هو الأب لأنه السماء في معمودية المسيح في معموديه المسيح من نهر الاردن في وقت تجسده وهو في نهر الاردن انفتحت السماء ها هو هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت وابتدا المسيح ان يخاطب الله الاب على انه ابوه السماوي وطبعا اليهود اتجننوا ليه اليهود اتجننوا اليهود اتجننوا لان هم ادركوا كويس قوي ان لو واحد قال لله الاب يا ابي جعل نفسه مساويا لله الله فتح الباب ده في المسيح اصبح هو الاب لكل واحد فرد مش بس لشعب قديم لكن لكل فرد واعطى المسيح لنا هذا الحق بالتبني يعني من حقك انك تخاطب الله الاب يا ابانا يا ابي ابي انت والهي فالبعد الاول في يا ابانا الذي في السماوات هو الحميميه والاقتراب والموده هو علاقه الاب بالابن يا ابانا بس البعد الثاني هو بعد التوقير هو بعد التقديس هو البعد اللي فيه بقول يا ابانا بس خليك فاكر ابانا الذي في السماوات يعطينا هذا التوقير يعطينا هذا الاحترام لشخص الله الاب محب جدا مشكلتنا يا ناس اننا إن اوقات كتير لما بنتعامل مع الله نحس انه خلاص يعني احنا مفيش مسافة بقى بيننا وبينه اه مفيش مسافة بينك وبينه بس خلي بالك ان لا في مسافة بينك وبينه اه ان في مودة واقتراب لكن لا في مسافة وتوقير واحترام بينك وبينه يا ابانا يا ابانا الذي في السماوات يدوب بنمس هذه الكلمة اللي هنكملها إن شاء الله في لقائنا القادم لكن اللي عايز أكدهولك هو تخاطب معاه تكلم معاه امتياز ليك إنك تتكلم معاه الصلاة مش فرض أنا مش موجود هنا عشان أحسسك بالذنب أنا مش موجود هنا عشان أقولك ها صليت النهاردة ولا لا وصليت قد إيه مش ده خالص الهدف بتاعي أبداً ما هوش الهدف بتاعي الهدف بتاعي إن أنا أرجع تاني جواك جواكي وجوايا العطش لهذا اللقاء اللي ملقان بالموده اللي ملقان بالحب اللي ملقان بالتوقير والاحترام في هذه الكلمه متى صليتم بامتيازك صلوا انتم هكذا يا ابانا الذي